السؤال اين ذهبوا مسلمين الاجور؟ السلام عليكم. المسجد بابه مقفول مفيش اي حد عليه، ودول الاشكال اللي داخله السوق اللي جوه المسجد. لا احد يصلي علنا، وحتى عندما فكروا بالرحيل لاحقتهم الصين ولم تكف عن قمعهم. تتواصل مأساة المسلمين من اقليه الايغور في اقليم شينجيانغ. هنا ما حدش بيحب يتكلم، لان لو اتكلم انتهت حياته. هدمت مساجدهم التي يصل عمر بعضها الى مئات السنين. سجنت واعتقلت ملايين في هذه المعسكرات. These people are systematically oppressed by their own government. والله العظيم لو حد كان نزلني هنا وانا مغمض عيني وما اعرفش ان دي الصين، مستحيل كنت اصدق ان دي الصين. اهلا بكم في فيديو جديد. لسه موجودين في الصين، عملنا جوله سياحيه قويه في الصين. اتمنى الفيديوهات اللي فاتت تكون عجبتكم، ولكن المره دي احنا موجودين في مكان مختلف في الصين. الوقت ان احنا نناقش قضيه مهمه جدا بنسمع عنها زمان من احنا صغيرين، نروح نصلي الجمعه نلاقي الشيخ بيدعي لمسلمين اسمهم مسلمين الاجور. طول عمري بسمع الكلمه ومش عارف ايه معناها، لحد لما كبرت وفهمت ان في جزء كبير في الصين مسلمين، ولكن مسلمين مضطهدين. النهارده احنا في منطقتهم جايين عشان نقضي يومين معاهم، نشوف هل الاضطهاد واضح ونشوف القصه ونحكيها بطريقه. دونا لايك وكومنت قبل ما نبدا على الفيديو، وشير مع كل الناس عشان قضيه توصل والناس تعرف والعرب يتحدوا والمسلمين يبقوا امه واحده، عشان اللي بيحصل ده بسبب ضعفنا وتفككنا. بسم الله نبدا رحلتنا الاصعب والرحله اللي كنت بحلم بيها من زمان. اكيد كان نفسي اجي الصين عشان اشوف التطور، ولكن لو كان في حاجه واحده نفسي اختارها لما اجي الصين ازورها هو المكان اللي انا رايحه. هناخد طياره 5 ساعات داخل الصين من العاصمه بيجين، هنتحرك ونروح منطقه في الصين اقصى الغرب على حدود كازاخستان، حدود روسيا، حدود تاجيكستان. هنروح منطقه اسمها سينجيان، واحد من اغلى البوردنج باسز في حياتي. مش اغلى كفلوس، هو رحله مكلفه جدا، تقريبا رحله داخليه ب $300، ولكن غالي في قيمته. انا رايح لمسلمين الاجور، رايح لناس نسيناهم بقالنا سنين عشان استكشفهم وقربنا منهم وعرفنا على عاداتهم وتقاليدهم. عيش الرحله مع بعض ونشوف عايشين ازاي. مسلمين الاجور، واول الملاحظات انه مفيش ولا ست طالعه على الطياره محجبه. هل فعلا الحجاب ممنوع او بيقلعوهم الحجاب اجباري، او هم بيخافوا يلبسوا الحجاب عشان ما يتحطوش على القايمه اللي هي الناس المتشدده فيتضايقوا في حياتهم هناك؟ كل ده هنروح نستكشفه مع بعض. تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش طبعا الدعم، ويلا بينا. بسم الله، اول مره اجرب الطيران الصيني. مش هجربه ايه، طياره دوليه، طيارة داخلية، ولمدة 5 ساعات. اهلا بكم في تركستان الشرقية، اهلا بكم في ارض مسلمي الاجور وعاصمتها اورومتشي. حاجة اكتشفتها وكانت مفاجأة بالنسبة لي، ان في لغة تركستانية او اجورية وبيستخدموا الحروف العربية او الكردية، واللي هي جاية من الاخر من اللغة العربية، بس كل اليوفط مكتوبة بال3 لغات، انجلش واجوري وصيني. حضارة غير الحضارة الصينية نهائيا، ملهاش علاقة بيها، وما يعني عمري ما شفت في اي حتة في الصين كونسيبت الجمال، ولكن الجمال في المنطقة دي مشهورة، لان زي ما شفنا من الطيارة احنا سافرنا من الشرق للغرب، عدينا بجبال وبحيرات وصحراء ويعني مناظر خيالية، ولكن المنطقة دي منطقة صحراوية، منطقة شبه دولنا العربية مشهورين بالتجارة. هنطلع بره وهنبدأ القصة وهحكي لكم بالترتيب واحنا بنستكشف مع بعض المدينة. أول أقول لكل الناس اللي قابلهم هنا السلام عليكم ونشوف رد فعلهم إيه، هل بيخافوا يردوا السلام؟ السلام عليكم. 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 السلام هل مش عايز يرد عشان هو مش مسلم؟ أوكي. ولا عشان هو خايف؟
في حاجة ملاحظها في فيديوهاتي اللي فاتت ان انا في الصين عامة ما شفتش علم الصين كتير، ولكن هنا من ساعة ما خرجت من المطار علم الصين على كل عمود نور كتير كتير قوي. قررتا بالمدن التانية ما كانش علم الصين اصلا ليه تواجد، يعني لما كنت بحاول اصور علم الصين تلاقي واحد كبير في مكان ما مش منتشر، لكن هنا كل عمود عليه علم الصين، وده شوية اظن لاثبات الذات واثبات تواجدهم وان انتوا تابعين لدولتنا، تابعين لدولة الصين. قبل ما اجي كنت فاكر ان المنطقة دي هتبقى يعني مش هنقول خيام بس منطقة صحراوية، كأنك رحت مثلا سيوة خدت طيارة 5 ساعات جيت الصحراء، بس غالبا عشان احنا في عاصمة المنطقة دي كلها اللي هي اسمها سينجيانغ، فدي اكبر مدينة بيسكنها 4 مليون بني ادم، منطقي برضو ان كان يبقى في ابراج وشوية سكن. بس هنحاول نفهم اكتر. خدنا تاكسي نص ساعة 20 كيلو $8، سعر كويس جدا رخيص. Welcome to Urumqi. What's your name? Your name. انت؟ لوا شنسن. لوا شنسن. مستر لوا. مستر لوا. مستر لوا. Nice to meet you. الطريق كله ما شفتش ولا ست محجبه، يعني كده الطياره ما فيش ولا ست محجبه، المطار ما فيش ولا ست محجبه، والشارع بقالي نص ساعه في الطريق ببص يمين شمالي على الرصيف ما فيش ولا ست محجبه، بل بالعكس حاسس ان هو لبسهم هنا منفتح اكتر من باقي الصين، كلهم لابسين قصير ولبس منفتح اكتر بكتير، ولا راجل مربي دقن، رغم ان هم المفروض شعب متدين، صورهم كتير فيهم ناس مربيه دقنهم، ما فيش اي شخص باين عليه ملامح الاسلام نهائي. يعني دلوقتي مش حاسس ان انا في منطقه المفروض ان كل الاكل اللي حواليا حلال، كل المطاعم حلال، كل اللي حواليا بنسبه 75% مسلمين، وده ليه هحكي لكم قدام. بس قبل ما نستغرب ليه الاسلام هنا مكروه لازم نرجع الاول لورا ونشوف الاسلام وصل هنا ازاي. الاسلام دخل الصين من مئات السنين عن طريق التجاره. زمان كان اشهر طريق في تجاره هو طريق الحرير او السلك رود، ناس كتير تسمع عنه، كان بيبدا من الصين من الشرق للغرب، بيبدا من الصين وبينتهي في شبه الجزيره العربيه. ولما العرب والمسلمين بدأوا يخشوا في تجارة الحرير هنا بدأ ينتشر الإسلام، لأن كان التجار العرب هم أكتر ناس عندهم أخلاق وبدأوا ينشروا الإسلام ما بين التجار الدول التانية، فلما بيرجعوا دولهم بيبدأوا يحكوا للناس عن الإسلام، ومن هنا دخل دول الاستانز الكتير اللي حكيت لكم عنها من شبه الجزيرة العربية لحد ما وصل الصين. وبالنسبة للصين فتركستان الشرقية اللي أنا فيها دلوقتي اللي هي بقت جزء من الصين كانت هي بوابة الصين لكل الدول دي، فكان موقعها مهم جدا، فعشان كده قعدوا سنين بيحاولوا يحتلوها. محافظة سنجان الكبيرة اللي أنا فيها دي أصلا معناها الحدود الجديدة، وعشان تعرفوا أكتر أهمية الدولة دي بالنسبة للصين فالدولة دي حدودها مع 8 دول تانيين بتوصل إن ليها حدود مع الهند. فمن الآخر بالنسبة للصينيين إن يبقى ليهم دولة هي المجاورة اللي هي بتفتح على العالم كله وبديانة مختلفة فكان خطر كبير بالنسبة لهم. صباح الخير، امبارح وصلنا متاخر والنهارده جه وقت الاستكشاف اللي بجد. وصلنا امبارح الطريق ما كانش سهل، حكيت لكم شويه قصص وحاجات معلومات سريعه، ولكن النهارده هدخلكم في كل التفاصيل وهنعيشها مع بعض. مبدئيا انا موجود في مدينه أورومقشي زي ما قلت لكم، هي عاصمه منطقه سينجيان منطقه المسلمين اللي بيسكنها تقريبا 21 مليون نسمه منهم 75% مسلمين، والمدينه دي فيها 5 مليون مسلم لان هي عاصمه الاقليم ده كله. ولكن انا لحد دلوقتي مش حاسس ان انا في مدينه اغلبيتها مسلمين، ومسلمين المفروض ان هم متدينين. بصوا حواليا كده، بصوا ورايا، هل اي حد شايف اي حد عليه ملامح اسلاميه؟ يعني لما تكون مدينه دايما مضطهده بسبب الاسلام ويكون المنظر حواليك كل الناس لابسه لبس قصير، كل الناس مش شكلها مثلا حد مربي دقنه، ست لابسه الحجاب، مفيش، صفر. فهننزل على وسط البلد يمكن نلاقي هناك، واحكي لكم في الطريق القصه. هناخد المترو ونتجه لهناك محطه واحده عشان نروح مكان اسمه الجراند بازار، والبازار ما بنسمعش اسمه خالص غير لو احنا موجودين في دوله عربيه او دوله شرقيه زي تركيا. نو ما ام فيلمينج ماي سيلف. مبدئيا التصوير هنا اصعب من اي مكان موجود في الصين زي ما انتم شفتوا. الضابط قال لي اطلع بره المحطه صور وبعدين ادخل. المهم يعني هننزل المترو ووريكم المترو عامل ازاي ونشوف المدينه حلوه والناس عايشه ازاي. مبدئيا كده المترو انضف مترو شفته لحد دلوقتي في الصين. وهنا يجي السؤال، ليه الصين مهتمه بمدينه قوي على بعد 5 ساعات من العاصمه وعلى الحدود؟ مدينه صحراويه وعلى عكس كل الدول المدن اللي على الحدود ما بيبقاش فيها بنيه تحتيه بالمنظر ده ولا الابراج اللي شفناها امبارح.
وهنا احكي لكم القصه. اي محتل لما بيخش بلد بيلعب على الحته دي، بيلعب ان هو انا داخل هغير لك البلد، هطورها لك وهخليها لك جميله، هتحس ان انت يا انت فين من زمان، غيرت لنا حياتنا. هناك تقريبا بيتبعوا كل المحتلين لسببين. الاول ان انت مع الوقت تحس خلاص طب يعني على الاقل عايشين حياه نظيفه احسن من الحياه اللي كنا عايشينها قبل كده، وده هنا يجي الغلط. اي محتل بيخش بيخش لسبب، ومنطقه سانجيان اتدخلت بسبب حدودها فموقعها الاستراتيجي في التجاره، وكمان انها عندها واحد من اكبر احتياطات البترول اللي موجوده في الصين كلها. فانت لو سبتني لوحدي اكيد مع الزمن بمواردي هكبر وهتطور، ولكن انت بتخش في وقت انا فيه ضعيف وبتحسسني ان انت جيت غيرت لي حياتي. دي حاجه. اما الحاجه الثانيه وهي بيلعب على عنصر الشباب الصغير، الاطفال اللي كبروا مش فاهمين حاجه، شايفين ان الشخص ده لما جه خلى بلده احلى، كبر كان عايش في الريف فجاه بسبب المحتل الجديد لما جه البلد اتطورت وبقت حاجه ثانيه. وهنا بيلعب على الجيل الجديد ان الجيل الجديد يبقى تابع ليه اكتر، لان ده الجيل اللي هيكمل معاه لسنين قدام، كل ما تاثر على جيل الجيل اللي بعديه بيتاثر بيه، ومن هنا تبدا فكره الاحتلال وازاي اي احتلال بيخش. ويسعى كده في كل الدول التانية. ابسط حاجه فلسطين، بيحاولوا يحسسوا الشباب الفلسطيني صغير الاطفال، ولكن لولا وجود العائلات اللي بتعلمهم على طول كانت الشباب ضعفت والاجيال ضعفت وما كانش عندنا هيبقى فيه مقاومه. ولكن ده دور اي دوله فيها احتلال او شعب عليه احتلال، انه لازم يعلم الاطفال ويفضل مفكرهم باصولهم وجدودهم وعقيدتهم وعاداتهم. بصوا المترو عامل ازاي، احلى من المترو الموجود في العاصمه. لو ما شفتش الفيديو، فيديو العاصمه، ارجع شوفه من هنا. لدرجه ان هم عندهم هنا بصوا في وايرلس تشارجر موجود في المحطه، يعني انا هحط الموبايل بتاعي دلوقتي شحن. مش هتصدقوا المنظر اللي قدامي ده. هل ده منظر صيني؟ هل ده مش منظر شرقي عربي 100%؟ قبب على البيوت، مساجد مساجد. انا مش مصدق، انا مش عارف انا فين. انا حاسس نفسي وصلت كازاخستان، ايران، تركيا، مصر، حتى في الاسواق البازارات. بصوا حتى الطوب هنا، البيوت مبنيه من طوب، حاجه مختلفه تماما. واو. وانا بتمشى فجاه لقيت الشو ده، ومبدئيا فيه مصباح علاء الدين، ودي مش حاجه صينيه خالص، عمرنا سمعنا ان مصباح علاء الدين هو حاجه صينيه. بصوا الشو ده، حتى لبسهم، طريقه رقصهم، المزيكا، المزيكا نفسها مزيكا شرقيه. الناس من اول لحظه 100% الناس المحليين تقدر تقول ان هم شكلهم مختلف تماما. حتى البضاعه اللي بتتباع في السوق عندهم، يعني السجاد زي السجاد الايراني، والدول بتاعه الستانس كازاخستان واوزبكستان مشهورين جدا بصناعه السجاد. وهنا كمان حتى بصوا الناس اللي قاعده هير سجاد، كل حته تحس نفسك انك في سوق شرقي 100%. والناس قاعدة بالطاقية زي ما انتوا شايفين، قاعدة يعني فيها ملامح الإسلام. لما نزلنا السوق شفنا الناس العواجيز اللي لسه موجودين في السوق. الصين فيها تقريبا 50,000 مسجد، 30,000 منهم موجودين في منطقة سنجيان، ودي رقم كبير بالنسبة لمساحة الصين، لأن سنجيان تمثل تقريبا يعني ممكن 1/6 من الصين، فإن يبقى فيها 2/3 مساجد الصين فدي نسبة كبيرة جدا. ولكن مش هنا المعضلة. المعضلة ان هو من سنة 2018 بس في اكتر من 3000 مسجد تم تدميرهم في الصين. انا النهاردة هحاول ازور اكبر عدد من المساجد ونحاول نخشهم ونشوف هل هنقدر نخش وهيسمحوا لنا بالصلاة جوه، ولا الموضوع هيبقى معقد وممنوع. لان زي ما سمعنا هنا اي شعائر اسلامية عليها تشديد وتضييق جدا. فده مسجد من المساجد على شكل صيني، المسجد بابه مغلق. ليه بابه مغلق؟ الله أعلم. أول مسجد وتجربة مش لذيذة. ها
الناس شكلها مختلف، وزي ما قلت لكم معظم البنات لابسه لبس منفتح اكتر من باقي الصين كله. وهنا دي واحده من الحاجات اللي قلت لكم عليها، المحتل دايما بيلعب على الشباب الصغير. بيعمل ايه؟ بيكبروا دايما ابوه او امه او حد في عيلته مضطهد، وبيخلي حياه العيله دايما صعبه. فيطلع الشاب الصغير مع تفكك البيت وصعوبه الحياه بيبدا يحسبها بدماغه، ويقول لك انا استفدت ايه من الدين؟ الدين ده من يوم ما اتولدت بسببه ابويا وامي وعيلتي، وحياتي كلها في اضطهاد وحياتي مش حلوه. وده مش صح، ولكن للأسف في ناس ضعيفة الإيمان، وبيبدأ هنا يحصل الغلطة الأكبر. جيل مع جيل الدين بيختفي، بيخشوا عليه زي ما قلت لكم كده، خشوا مع الجيل الكبير فيشوف الجيل الصغير قد ايه الدين ده مأساة، وقد ايه الدين ده مخلي عيلته عايشة في معاناة. فلما يكبر يقول انا مش عايز ابقى زي ابويا، مش عايز اروح المعتقل، فيقلب الناحية التانية تماما. خلينا نفطر فطار حلال بقى، بما ان احنا كل حاجة هنا حلال، كل المطاعم اللي حواليا حلال، فهنا تخش المطعم ما تسألش هو حلال ولا لأ، انلس هو العكس. يعني ممكن يكون في مطعم بتاع ناس صينيين، ناس بتحب تاكل خنزير، ولكن 90% من المطاعم حلال. مياو. دي اول ست محجبة اشوفها من ساعة ما جيت البلد، وحتى الحجاب مش حجاب قوي، لان بتغطي شعرها كأنها لابسة طاقية. بجد احلى لحمه في العالم. ما شاء الله. اسمك عمر؟ من اورموتشي. مسلم؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا مصر. مصر؟ مصر. مصر ازهر. تعرف؟ عرف. عرب. عرب. اول راجل يرضى يتكلم معايا، الناس كلها هنا بتخاف. هو من نفسه اللي سأل السؤال، قال لي انت مسلم؟ قلت له اه الحمد لله. وبعدين جاب ورا كده شوية، وبعدين حاولت يعني اتكلم معاه، قلت له اسمك ايه؟ قال لي اسمه عمر. وتحس دايما في يعني نظرة حزن كده. بقول له انت مسلم؟ الحمد لله. فدايما في حزن، حزن لسببين، لان الدين هنا مضطهد، في نفس الوقت ان انا عربي، وبالنسبة له انتوا سايبيننا لوحدنا هنا بنحارب من اجل الدين، اللي هو ديننا ودينكم واحد، لازم نبقى واحد مع بعض. دلوقتي هنخش نزور اشهر مسجد ونشوف اذا كان هنقدر نزوره ولا لا، ونطلع البرج الطويل ده. دي منطقة البازار القديمة الشهيرة، بس لازم عشان تخش اي منطقة هنا تتفتش، على عكس كل باقي مدن الصين. مدن الصين بتتفتش بس وانت داخل المترو او المطار، هنا داخل مزار سياحي، او مش مزار سياحي، هو اصلا شارع، فانت داخل البازار وهو سوق في الشارع مفتوح، ولكن وانت داخله بيفتشوك. هقول لكم ليه بعد ما نعدي التفتيش. بكل بساطة عايزين يبعتوا رسالة لكل باقي الصينيين اللي بييجوا يزوروا المدينة دي سياحة، ان المنطقة دي دايما خطر ودايما فيها ارهاب، وعايزين يربطوا ان الاسلام هو الارهاب. وبدأت امتى القصة؟ خليني احكي لكم. عايز اوريكم الحاجات اللي بتتباع في الاسواق. جمل، مكسرات، قمر الدين وتمر هندي، كاجو، فوزدو، كل الحاجات بتاعت بلادنا. انا حاسس دلوقتي ان انا في سوق عربي. يعني زي ما قلت لكم، لو حد حطني هنا غمض عينيا مستحيل اصدق ان انا في الصين. وبصوا الحاجات بقى الجميله دي، شكلي هاخد هديه قيمه من هنا. وهنا في مصباح علاء الدين، والفنجان بتاعنا، الناي، والطبل. شكرا. اشتريت الفنجان، كنت بحاول افاصل معاه شويه، قال لي 65، بعد كده نزلت معاه السعر شويه، قعد يقول لي لا، وبعد كده قلت له بسم الله، قال لي عشان بسم الله. شكرا. شكرا. ما اسمك؟ احمد. وانت؟ انت عمر. عمر. ما شاء الله. طب الصين دخلت المنطقة دي امتى وازاي؟ دخلتها سنة 1949، مش غريبة شوية؟ اسرائيل دخلت فلسطين 1948، وهنا النكبة بتاعتهم في 1949. عشان تعرفوا بس قد ايه ان بس هي مش نكبتنا نكبة واحدة، العالم المسلم فيه كتير اضطهاد. مهم، دخلوا سنة 1949، كانوا داخلين على اساس ان احنا هنوحد المنطقة وهنقوي اقتصادنا، ودخلوا بطريقة اي محتل.
وبعدين سنة مع سنة وسنين تعدي من ساعة 2001 وبدأوا يلعبوا بقى على حتة ان هم ينشروا في كل الصين ان الاسلام ارهاب، واستغلوا قوي موضوع تفجير برج التجارة العالمي في امريكا زمان، وبدأوا ينشروا من ساعتها الفتنة ان المسلمين دول مسلمين ارهاب، ومن ساعتها بدأوا الناس يكرهوا المسلمين اكتر في الصين ويطالبوا بتخفيفهم وتقليلهم او بمحاربتهم، تمام؟ لحد ما جت سنة 2014 وانتشر شوية الإرهاب باسم الدين في العالم كله، داعش ومش داعش والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، فاستغلوا بقى اللقطة دي، ومن ساعتها قالك احنا خايفين الدواعش ينتشروا عندنا فقررنا نعمل سجون. ما سموهوش سجون، سموها معسكرات تأهيل، ده اللي قالوه للعالم كله. ولكن من سنة 2014 لحد تقريبا سنة 2020 دخلها أكتر من 8 مليون مسلم، دخلوهم جوه طلعوا منها يا إما ميتين يا إما فقدين العقل يا إما كفار بالإجبار، لأنه بيخليه يسب في ربنا وفي الدين لحد ما يطلع. ولكن في الصحافة ما بيقولوش كده، بيقولوا إن هم بيدخلوا الناس جوه للتأهيل بس، وهي دي القصة بكل بساطة. قلت بقى ما ينفعش نيجي هنا وما نجيبش طاقية من السوق الجميل ده عشان ندخل بيها الجامع إن شاء الله. لو عرفنا ندخل، لسه ما نعرفش أعرف أدخل ولا لا. نختار أني واحدة، نختار أني واحدة. اللي منتابعني من زمان عارف إن أنا عندي هواية في البلاد الإسلامية أو البلاد اللي بيبقى فيها كونسبت الطاقية لازم أشتري طاقية. مصر. مصر ده. قابلت عمو بص الجميل ده. ما شاء الله عليه، يعني تحسه عريق. الله. شكرا. من أجوبة مع السلامة. الناس كلها عايزة تتصور. ودلوقتي جه وقت محاولة دخول أشهر مسجد في البازار. غريب، مبدئياً المسجد جواه في بازار، في ستات بشعرها. هل ده بس المسجد؟ مسجد؟ مسجد صلاة. هنا في زي مكتب. المسجد بابه مقفول، مفيش أي حد عليه. ودول الأشكال اللي داخلة السوق اللي جوه المسجد. متخيلين احنا وصلنا لايه؟ ده مسجد، حرمة المسجد ده المفروض تبقى حرمة عند كل مسلم، مش بس المسجد بتاع منطقتك، اي مسجد في العالم بيحصل فيه حاجة زي دي لازم تغار عليه، يعني ده دينك. اغاني شغالة على باب المسجد، المسجد اهو جميل ولكن للأسف مقفول. نحاول نلف حواليه شوية يمكن نلاقي اي خرم نخش منه. لفيت حوالين المسجد من كل النواحي، مفيش غير السوق اللي مفتوح، باب المسجد مقفول، مش قاعد حتى حد على بابه يقول لي حتى يعني تعالى وقت الصلاة، رغم ان دلوقتي وقت صلاة العصر بس مفيش. اجواء المدينة الصراحة جميلة، مش هضحك عليكم، يعني لو انا جاي المدينة دي سياحة هكون مبسوط جدا، اجواءها شبه مدننا وعشان كده حاسس ان انا مبسوط، الناس بترقص، الناس مبسوطة، ناس عايشة الجو، ولكن في حتة جوايا دايما بتفكرني ان المدينة دي بيحصل فيها واحدة من اسوأ الاضطهادات الموجودة في العالم، فمش قادر ابص، مش قادر افرح بيها 100%. في هرم اهو. مش دلوقتي جوه البازار، بيفكرني قوي بالبازارات بتاع تركيا. عايز احكي لكم حاجه كمان، انا امبارح اخدت طياره 5 ساعات زي ما انتوا شفتوا، ولكن التوقيت هو هو. الصين لما عملت حدودها الكبيره واسست الدوله العظمى بتاعتها اللي موجوده النهارده، اول ما دخلت اخد كل الاقاليم دي، قررت عشان تنشر ان احنا دوله واحده يبقى كلنا نفس التوقيت، ومن ساعتها كل الدول شمال شرق غرب اي مكان، على عكس مثلا دوله زي روسيا. روسيا في اكتر من 8 توقيتات مختلفة لأن المدينة، لأن الدولة بتمتد من الشرق للغرب. الصين كبرها زي كبر روسيا تقريبا، ومن الشرق للغرب كله نفس التوقيت. بيحاولوا بكل الطرق حسسوا الناس ان هم واحد على رغم الاختلافات الكبيرة، وهتلاقوا دايما مفيش غير الستات الكبيرة هي اللي لابسة الحجاب، والحجاب اللي زي اللي صورته لكم ده مفيش حجاب، حجاب عادي، حجاب دايما شفاف كده وفي زغرفة ما بيبينش قوي زي ده، او بيتباع هنا هو ده. احمد ايغوني ايغوني ايا مع السلامه. ناس كتير بتخاف ترد السلام، وناس كتير بتتخض انها سمعت السلام. الست دي برضو كنت بفاصل معاها، قلت لها يلا بسم الله، مشيتها على طول في حته اللي هو الله مسلمين، حد بيزورنا، حد بيعبرنا، ف
موضوع صعب صعب يعني. بصوا الحجاب الجميلة. عكس كل الصين هحاول اصوركم بسرعة. الحراسة هنا والتأمين زي ما قلتلكم بيحاولوا يخسسوا السياح ان البلد دي خطر بسبب المسلمين اللي عايشين فيها. الصين كلها دايما هتلاقي في امن في الشوارع السياحية، ولكن مفيش مدرعة جيش وعربية تانية وعربية تالتة وعربية رابعة هناك وعربيتين هنا. كل مكان مدرعات الجيش منتشرة بشكل غريب، لان اصلا لو مكانش في شمس دلوقتي هتلاقوا في ضابطين بيطلعوا يقفوا زي حراسة يعني صعبة. في مسجد تاني ورايا اهو هنحاول نخشه، هحاول اصور لكم بالتليفون كده في الخباثة ايه اللي هيحصل، لان في امن قاعد على الباب فمش عارف اذا كان هعرف ادخل ولا لا. بسم الله. نفسي اصلي ركعتين في مسجد من المساجد اللي هنا. صلاة؟ صلاة طبعا. نو يوك مسلم 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 اختم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبرني بقدر شباب يا اخو بعد يوم بعد الصلاة شو ديما. اوكي شكرا مع السلامة. للأسف ما دخلنيش وقال لي المسجد اللي الناحية التانية ده على حد علمي على حد ما فهمت ان هو فاتح، فأتوقع ان هم بيفتحوا مسجد واحد مثلا في المنطقة، مسجد كل يوم يفتح، او مسجد بس اللي شغال اصلا في المنطقة في العموم. مسجد اهو ومتحط بسور، مسجد كبير سبحان الله، يعني مسجد ضخم حرام يبقى مقفول. فنجرب ندخل المسجد ده ونشوف. بسم الله. صلاة وقت صلاة؟ لا وقت صلاة. مسجد مغلق؟ مغلق. ها؟ ما في صلاة؟ بعد نص ساعة. عصر؟ انت تتكلم عربي؟ شوية. السلام عليكم، انا من مصر. انت من فين؟ من هنا؟ انت بتتكلم مصري. قابلت الشخص ده اسمه عطاء الله، كان عايش في دبي 3 سنين ولهجته لهجة مصرية، معرفش طلع لي من فين، بس كان قاعد على باب الجامع. قال لي الجامع ده مغلق بيفتح وقت الصلاة بس، باقي المساجد اللي في المنطقة كلها مغلقة وليها ترتيب معين. يا ساعة طاقة استنى يا بابا. جوس؟ عصير؟ استنى فمية. اوكي لا خايف معاك. المهم بقى بيحكي لي، بقول له هو ايه مفيش مسلمين هنا زي ما انتوا شايفين. قال لي لا في مسلمين كتير بس انت عارف الظروف يعني. وسكت. قلت له اصور معاك، هنا محدش بيحب يتكلم لان لو اتكلم انتهت حياته. نشرب بقى العصير الغريب ده، ما اعرفش اسمه ايه. عيران نو 90% تلج وميه و2% الكائن ده اسمه ايه؟ سوبيا؟ سونا يا بابي. سونا؟ سونا. طلع حلو قوي، زبادي توت من الاخر. هو بيعمل زبادي مع تلج وبيحط عليه سيرب توت، بس طعمه رهيب مع الحر ده. جه في وقته. ومن الصبح بالليل طبعا مدينه زي دي ما كانش ينفع نفوتها، لان اي مدينه بطابع شرقي عربي اسلامي معروفين ان هم اسواق بالليل والسهر والجو الجميل، فمدينه زي دي ما ينفعش نفوتها بالليل. وقد كان شايفين الناس كميات قد ايه، الالوان مبهجه وحلوه، الجوامع جميله، شمس احلى. بس خليني افكركم تاني بالمعلومه اللي قلتها لكم، الساعه 9:30 والدنيا لسه ما ظلمتش. ليه؟ لان الصين كلها توقيت واحد مهما كنت في الشرق او في الغرب. ودي كميه الناس والمنظر الجميل. بس ده ما يمنعش طبعا ان دايما هتلاقي الجيش حاضر موجود. مزيكا شرقيه، مزيكا جميله، والمحلات ازحم من الصبح. ستات بالحجاب اهو. نبقى بالليل اكتر، الدنيا ازحم، الحياه صاحيه. النهارده يوم حد ويك اند، ولكن بكره المفروض شغل، والساعه 10 بالليل ما شفناهاش في ولا مدينه صينيه من الفيديوهات اللي فاتت. الساعه 10 بالليل في كميه الناس دي في الشارع غير في المدينه دي. وده اقول لك قد ايه هم مختلفين، وما عنديش مانع يبقوا مختلفين ودوله واحده، ولكن على الاقل تحفظ لهم حقوقهم كمسلمين وكعباده وما تضطهدهمش. عادي نبقى اعراق مختلفه وجنسيات مختلفه ونكون دوله واحده، مش مشكله لو اتفقنا على كده، لان ده يمكن بيكون بيقوي الدوله اكتر. بس انك تضطهدني في ديني ده اللي ما يصحش.
ودلوقتي حان الوقت ان احنا نقفل يومنا باكله اجوريه تقليديه اصليه في واحد من اشهر المطاعم الموجوده هنا، المطعم الجميل ده. السلام عليكم. اوبا بص المطعم، بص الست بتقطع. الو بصوا بقى نفس الستايل بتاعنا بالظبط، شاي وفي نعناع والشاي. سلام. حط فيه سكر وعيش يا باشا عيش. الشاي ايراني، نفس الشاي الايراني بالظبط. جود. طبق رز باللحمه، فين ممكن اي حته في الصين تلاقي المنظر ده؟ رز باللحمه وطبق شوربه ومكتوبه في المنيو شوربه، يعني اللغه بتاعتهم اسمها شوربه. عظمه. المطعم ده الناس اللي فيه جمال مسلمين طيبين قوي، اسمه اكرام. لو جيتوا لازم تيجي عند عمو ده. شكرا، مع السلامه. سي تو مورا ان شاء الله. باي باي. مطعم رهيب، الاكل تحفه بجد، اكلهم رهيب، هيوحشني. لان احنا هنتجه بكره الصبح على ولايه جديده في الصين، ومنها على دوله جديده. الفتره الجايه في فيديوهات كتير، اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ده لازم تنشروه في كل مكان، ان الرساله لازم توصل ولازم الناس تتعلم عشان ناخد خطوه ونتحد ونبطل تفككنا اللي بيخلينا دايما مستضعفين في كل مكان. شكرا لو وصلت لحد هنا، ما تنساش السبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. اشوفكم في فيديو جاي. السلام عليكم.